الغاية تبرر الوسيلة، فمن أجل إسقاط سوريا المقاومة وإركاع شعبها يسمح أعداؤها للمجرمين الموجودين داخل سجونها بالخروج والإعفاء عنهم، بل وتقديم مبالغ مالية لأسرهم مقابل القتال في سوريا. وافتضاح تحطم إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم مول كومفورت الأمريكية وانشطارها قبالة الساحل اليمني في المحيط الهادي قادمة إلى المجموعات التكفيرية في سوريا يبين الدور القذر للولايات المتحدة في دعم الإرهاب. واشنطن الباحثة عن طريقة لحفظ ماء وجهها من افتضاح دعمها للإرهاب تدعي ترحيبها بعقد المؤتمر الدولي حول سوريا، فيما تحاول جاهدة إطالة أمد الأزمة لتحقيق مكاسب ميدانية عبر العصابات الإرهابية. هذه الإطالة تجلت مجددا من خلال افتضاح تحطم إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم مول كومفورت الأمريكية وانشطارها قبالة الساحل اليمني في المحيط الهادي حسب ما أفادت معلومات ملاحية بحرية في الشرق الأقصى الروسي. موقع بورت نيوز الروسي أكد أن السفينة المتحطمة كانت تنقل نحو 4500 حاوية سلاح وذخيرة من مستودعات الجيش الأمريكي في سنغافورة إلى ميناء العقبة الأردني ليتم نقلها إلى الحدود السورية الأردنية لتسليمها للعصابات الإرهابية المسلحة في سوريا والتي تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. طبعا توزيع الأدوار بين إرسال الأسلحة الأمريكية إلى سوريا يحتاج إلى جملة من النقاط بين الدول الداعمة للإرهاب على سوريا حتى ينجح المخطط. فالسعودية عفت عن مجرمين في سجونها مدانين بجرائم قتل واغتصاب وتهريب للمخدرات على أراضيها ومحكومين بالإعدام مقابل القتال في سوريا، إضافة إلى تقديم مبالغ مالية لأسرهم في مسعى لتعزيز موقف الجماعات المسلحة في سوريا حسب ما أفادت به وثائق مسربة، وهي عبارة عن كتاب رسمي صادر عن المكتب السري لوزارة الداخلية مزيل باسم برقية الديوان الملكي. زيف دعوات ما يسمى الجهاد في سوريا كشف بعضا منها نائب في مجلس الأمة الكويتي، وعن التضليل المتبع في بلاده حيث يقوم الداعمون للإرهاب في سوريا بتصوير طفل يمني مع أمه على أنه طفل سوري قتل على أيدي الجيش العربي السوري ليوضع صورة على صندوق جمع التبرعات ويستثمر لجمع أكبر مبلغ وإرساله إلى الإرهابيين. أنا عدنان الحسباوي مشير حمزة بكور اللي انتشرت صوري بالمواقع الإلكترونية وصناديق التبرع. أنا شنو ذنبي إنهم خذوا صوري من النت؟ واليوم الاثنين تاريخ 28/5 وأول يوم امتحاناتي وما قدرت أقدم زين بسبة الموضوع، شنو ذنبي؟ أنا عايش. فتاوى ومتمشيخون ونواب ومسؤولون يمارسون جرائمهم بحق الشعب السوري في القتل والتضليل والكذب، ولكن مهما حاولوا لن يفلحوا، لأن في سوريا جيشا عقائديا واثقا بقدرته على سحق كل المرتزقة الإرهابيين الذين يحاولون تدنيس أرض الوطن.